للتعاون بين بلدينا في ميدان الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الأكسجين الأخضر، وعلى رأسها الأكسجين الأخضر، الأكسجين الأخضر، الأكسجين الأخضر. Ich werde auf Deutsch sprechen, Annalena. No, no, auf Arabisch. No, auf Arabisch. Ich werde auf Arabisch sprechen. أنا اليوم سعيد جدا بالتواجد هنا في برلين وبلقاء زميلتي وصديقتي أنالينا بيربورغ. مساء الخير سادة السادة الكرام، معالي الزميل العزيز العزيز السيد ناصر، مرحبا بكم هنا في برلين. أهلا وسهلا. خلال المؤتمر الصحفي قلت كم أتحدث من العربية، وشكرا، كانت الكلمة الوحيدة التي كنت أعرفها. تعلمت ثلاث كلمات إضافية منذ ذلك الحين، وأعلم من لقاءاتنا حتى الآن أنكم تتحدثون الألمانية بطلاقة. أنا كما يسمع الجميع علي أن أواصل التدريب على اللغة العربية. بدأ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا زيارته لألمانيا، حيث استهل الزيارة بالاطلاع على أول رسالة تعيين لسفير مغربي بألمانيا في ظل السلطان الحسن الأول والإمبراطور غيوم الأول. Yeah,